لم ينفق التوتر والقلق من طلاب شهادة الثانوية العامة بحضرموت نتيجة ضبابية مصير إجراء اختباراتهم الوزارية، ما أثار غيرة شباب المستقبل على ضياع مستقبلهم، حتى خرجوا في وقفة احتجاجية هي الثانية أمام ديوان المحافظة بالمكلا منددين بكل الإجراءات التعسفية بحقهم. تظل الاختبارات الوزارية لطلاب شهادة الثانوية العامة بحضرموت المنعرج الأكثر خطورة الذي يهدد مستقبلهم وسط إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم وإصرار السلطة المحلية ومكتب التربية على إجراء الاختبارات في وقتها المحدد، وكل ذلك على وقع ارتفاع حدة التوتر والقلق لدى الطلاب المتخوفين على ضياع مستقبلهم. لجنة معلمي حضرموت إحدى أطراف قضية أزمة التعليم أعلنت في بيان جديد دعوتها للسلطة المحلية بالمحافظة للحوار المباشر معها للوصول إلى اتفاق حول استحقاقات الصف الثالث الثانوي، مع تأكيدها على استمرار الإضراب العام حتى الوصول إلى اتفاق مرض مع السلطة المحلية بالمحافظة. فهل ستستجيب الجهات المعنية لدعوة اللجنة والخروج بحلول تنأى بمستقبل الطلاب عن الصراع؟ لربما الرد جاء سريعا على دعوة لجنة معلمي حضرموت، والذي خرج من اجتماع عقد بين أروقة مكتب التربية جمع السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المكتب لتؤكد حينها السلطة على المضي في استكمال إجراءات امتحانات شهادة الثانوية وفق المواعيد المحددة، وتوجيهها رسالة للمعلمين بالمحافظة بتغليب المصلحة العامة من أجل الطلاب والعمل على تهيئة الظروف لخوض الاختبارات، بعد أن قالت أنها وضعت كافة الخيارات المتاحة لاستكمال سير العملية التعليمية وصولا إلى انتهاء العام الدراسي الحالي. ومن وسط هذا النزاع كيف سيكون القادم؟ التربية في وقت سابق ووفق مراقبون أنها حاولت لملمة شتات العملية الاختبارية في صورة أشبه بالاعتراف بالأخطاء السابقة حين أصدرت تعميما تعلن فيه اعتماد ما تم دراسته لطلاب الشهادة الثانوية ما قبل إضراب المعلمين مع مطلع العام، واعتماد المحذوفات فور وصولها من الوزارة مباشرة مع المحذوفات الموجودة في الخطة الوزارية التي تم تعميمها مسبقا، ليرد الطلاب أنفسهم على بيان التربية بما في داخل جوفهم من ألم وقهر تقشعر منه الأبدان. نحن ليس لنا علاقة، أما أن نختبر بدون تدريس أو أن نختبر من عبر الجروبات أو أن نسأل مدرسين غير مدرسين، هذا لا نرضاه. ولا قد سألت معلما قال لي هل ترضى أن هل رأيت أبي يظلم والده؟ قلت له لا، ولكن يرى اليوم التربية تظلم أبنائها الطلاب، وهذا نحن لا نراضي به. يا أما أنكم تلبون احتياجاتنا، أنا طالب ومن حقي طالب، يا أما أنكم تلبونا أو غير كذا من راضين به. وجوه احمرت وأصوات بحت وهي تندد بالظلم الذي ألحق بها نتيجة صراع سببه تدهور معيشة المعلمين نتيجة تدني رواتبهم التي أصبحت لا تتناسب مع غلاء الأسعار. تحت أشعة الشمس الحارقة ومن أمام ديوان المحافظة بمدينة المكلا وللمرة الثانية وقف هؤلاء الطلاب يطالبون بإنصافهم فيما تبقى لهم من حق كشباب من أبناء هذه الأرض على أمل ألا يحرموا منه في وطن ضاعت فيه الحقوق. تحت أشعة الشمس الحارة نحن جينا اليوم عشان نطالب بحقوقنا في درجة حرارة تتراوح بين 30 و40 درجة مئوية. نحن من شهر 2 ننام ونصحى متوترين منتظرين بس قرار يطمننا، منتظرين الوزارة تنزل قرار يناسب الوضع الحالي، إلا أن الوزارة طنشت تماما أنه في إضراب وتعاملت مع الموضوع بتجاهل، الشيء اللي خلانا نحس أنه ممكن ما في امتحانات أساسا. صحينا في شهر 5 ولقيناهم منزلين جدول الامتحانات، على أي أساس؟ نحن ما كملنا المنهج، وغير كذا أنه المدرسين مضربين، كيف بندخل امتحانات والمدرسين مضربين؟ والله صرنا نوم ما نقدر ننام زي الناس، تعبانين طول الوقت ونحن جالسين نفكر، لدرجة انه خلاص كل الافكار صارت سلبية، ما صرنا نفكر باي شيء ايجابي. والاغلبية كانوا يبغون يصيروا معلمين، بس الحين خلاص من بعد الشيء اللي صار تراجعوا عن دي الشيء، وانا كنت واحدة منهم، كنت ابغى اصير معلمة، بس من بعد دي الشيء اللي صار خلاص محيت دي الشيء من راسي اصلا. كيف بكون معلمة واني الحين شفت مصير المعلمين لوين وصل؟ حرام عليهم والله. من وصل التعليم في حضرموت إلى هكذا حال حتى جعل من الطلاب يخافون من مهنة التدريس مستقبلا، تترادف منذ أشهر البيانات من هنا ومن هناك التي ضاعت معها ملامح دور الوزارة الملزم والتي ظلت في صمت عن أزمة التعليم في حضرموت، ما أشعل غيرة الطلاب على مستقبلهم في وطن بات فيه التعليم في الهوية يستنجل من ينقذه. فما الذي ينتظر هؤلاء الذين يتساءلون يوما بعد آخر مصيرنا إلى أين؟